السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قام امبارح بجوله تفقديه موسعه بالقاهره، وده لمتابعه الجهود الجاريه لانشاء عدد من اسواق نصف الجمله، وده في اطار حرص الدوله على ضبط وتنظيم الاسواق والاسعار والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمه للمواطنين. صحيح، والسيد الرئيس ايضا تفقد عدد من المناطق في محافظه القاهره، واللي شملت عدد من الاسواق الرئيسيه الجديده اللي بتنفذها حاليا الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه في حي مدينه نصر. هذه الاسواق بتتضمن أسواق أحمد فخري، أسواق حسن المأمون، وغيرها من الأسواق اللي هتمتد بطول محافظة القاهرة. الأراضي الفاضية في أي حتة تقدر تستوعب السوق ده، لازم تعمل زيادة في المعروض غير تقليدية. بإزاي الأسواق دي؟ أعمل 10 15 20 سوق زي كده في القاهرة والجيزة في المناطق الفاضية. تعمل بالطريقة دي. في إطار متابعة الجهود الجارية لإنشاء عدد من أسواق النصف جملة لخدمة المواطنين، قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية لعدد من المناطق بمحافظة القاهرة، والتي شملت مواقع الأسواق الرئيسية الجديدة التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في حي مدينة نصر، أسواق أحمد فخري وكذا حسن المأمون، وبحي المقطم أسواق عمار بن ياسر، وكذا سوق المقطم بمحور عبد المجيد محمود، وأيضا سوق حي الأمل وسوق نادي الشمس بمصر الجديدة. وقد ناقش سيادته القائمين على تنفيذ سوق أحمد فخري. تم انتخاب 5 قطع أراضي لإنشاء أسواق حضرية نصف جملة فن. عندنا فن 5 قطع أراضي، في 2 منهم جنوب القاهرة فن، ده أعلى هضبة المقطم، وفي 3 منهم فن شرق القاهرة. عندنا فن سوق في نادي الشمس فن، وده لخدمة مصر الجديدة. في سوق مدينة الأمل فن لخدمة مدينة الأمل والحي العاشر. وفي سوق اللي سيادتك مشرفنا فيه فندم، سوق احمد فخري، ودوت لخدمه مدينه نصر فندم. بالنسبه لفندم السوق دوت مال مساحه 2.64% فدانا فندم. ده فندم بتقاطع شارع احمد فخري فندم، وفي مع اللي هو عبد الرازق الصنهولي اللي هو في الجنوب فندم، حديقه الطفل هي فندم المتواجده هنا في الجنوب فندم السوق. على نفس النهج ده فندم في سوق نادي الشمس فندم. نفس المساحه تقريبا 2.6 فدانا فندم. وفي سوق فن اللي هو امل سوق مدينه الامل. بص يا هشام، بص يا احمد، احنا اللي عاملينه ده هو عباره عن نموذج اختباري. نموذج ايه؟ اختباري. اختباري يعني مش دي فقط المخطط بتاعنا. تمام. لكن احنا قلنا ايه؟ بدل ما نفتح نعمل الكلام ده، ولان احنا كلامنا فيه ان احنا بنقول ايه؟ احنا ما بين الجمله في سوق العبور او في الاسواق الرئيسيه يعني، وما بين التجزئه اللي تحت خالص، فحطينا حاجه في النص بين الاثنين، تكلفتها تبقى على المستهلك تكلفه اقل من مش زي الجمله صحيح، لكن كمان مش زي التجزئه العاديه، فده هيخلي الناس بتوع التجزئه برضو تنظم اسعارها شويه. طب احنا عشان نعمل كده عملنا ايه؟ اخترنا الخمس نماذج دول. تمام. اخترنا الايه؟ الخمس نماذج دول، وهنعملهم وهنفتتح انتوا في شهر 6 مش كده؟ ان شاء الله يا فندم 30/6 ان شاء الله. مش كده؟ ها؟ انت بالنسبه لك انت؟ انا بس عايز افكرك يا هشام ان ورا منك هنا في سوق على الارض. تمام. عارفه؟ السوق اللي وراك. ايوه يا فندم. اللي هنا. ايوه يا فندم. الامل. ايوه يا فندم، في سوق في الامل. المفروض ان احنا بعد ما هنعمل ده هنبقى بنفضي السوق ده ونخليه جزء من الايه؟ جزء من السوق بتاعنا. جزء من السوق بتاعنا، ليه؟ عشان الوضع اللي هو فيه. انا عارف السوق ده كويس. ماشي. فاللي احنا بنعمله هنا هو اختبار، لو نجحنا فيه هنعمم. لان الموضوع ده بقى بيننا وبين الناس بتوع الجمله، ان هم اتفقوا معانا ان احنا نعمل لهم حاجه زي كده ونوفرها لهم، وهم يقدموا اسعار قريبه من الجمله. قريبه ايه يا هشام؟ قريبه من الجمله. فاهم احمد؟ تمام. قريبه من الجمله. ان عملوا كده معانا هم هيسمعوني دلوقتي وانا بتكلم. تمام. هنكمل ونعمل في بيت الجمهوريه اللي احنا بيت المخطط. لأن السوق زي كده على سبيل المثال ده ما يغطيش مدينة نصر، واللي عند نادي الشمس ما يغطيش مصر الجديدة. لا طبعا، أنت بتتكلم في ملايين من البشر عايزين يخشوا ويشتروا ويجيبوا حاجتهم. لكن لو نجحت الفكرة ولقينا إن هي فعلا التكلفة بتاعت الأسعار فيها فعلا تكلفة الجمهور حس بالفرق، طب هنكمل. هن إيه؟ إن شاء الله هنكمل. حاجة ثانية؟ لا حاجة تانية يا شباب، كل سنة وانتم طيبين. شكرا. السلام عليكم.
وأيضا تابع سيادته أعمال الانتهاء من سوق حسن المأمون. أنا شايفه ده هيخلص امتى؟ إن شاء الله فندم خرسانات فندم هنخلص إن شاء الله 30/6 وواجهات إن شاء الله فندم 15/7 ونهو المشروع بالكامل إن شاء الله فندم 30/11 بإذن الله. يعني على شهر 12 أنت عارف ده هيعمل نقلة كبيرة جدا للمنطقة هنا. إن شاء الله بإذن الله فندم بإذن الله. شكرياً. أوامر فندم. صوتك طيب. وفي حي المقطم تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سير الأعمال في تنفيذ سوق محور عبد المجيد محمود. أثناء فندم رفع كفاءة شارع المقطم وجدنا فندم تكدس في المساحة المرورية ووجود عشوائيات، وبالدراسة والعرض على سيادتك فندم سيادتك صدقت على إنشاء مجمع أسواق المقطم وكذلك سوق عمار بن ياسر بإجمالي مساحة 15 فدان بدلا من 3 فدان. لا ده كام؟ ده فندم 6.8 هو وعمار بن ياسر 15 فدان. كويس. 3 فدان ده السوق اللي موجود حاليا يا فندم. سيادتك يا فندم سوق المقطم ده بيقع على محور مستشار عبد المجيد محمود الرابط ما بين شارع 9 وصلاح سالم. السوق ده يا فندم مساحته 6.8 فدان. محتويات السوق سيادتك 18 مبنى اعتبارا ابتداء من مبنى المعدني وده يا فندم فيه 40 محل خضروات وفاكهة وأسماك ودواجن ولحوم وأربع منشآت نمطية دور أرضي ودور أول. سيادتك أمرت إن إحنا نزود دور فبقى أرضي وأول وتاني وعندنا يا فندم مبنى مخابز ومظلتين بقاع جالية. إجمالي المحلات عندي في المشروع يا فندم 230 محل وباقي 18 منشأة عبارة عن منشآت خدمية من دورات مياه وكهرباء وغرف وغرف. واجهتنا يا فندم في المشروع هنا مصاعب إن الأرض هنا كانت صخرية وبيها فوالق فعملنا دراسة يا فندم عشان نأهل الأرض تكون صالحة معانا للإنشاء. وتم الدراسة يا فندم والتنسيق مع الحي إن إحنا نربط المرافق وبالفعل ربطنا المية والغاز والصرف والكهرباء وشغالين دلوقتي يا فندم في المرافق داخل السوق سيادتك. أنا بس عايز أقول هنا وإحنا فرصة إن إحنا موجودين المحل اللي إحنا مش عملناها أسواق فقط. تمام سيادتك. لا إحنا عملنا المحلات دي عشان إيه؟ عشان نقول للناس اللي موجودة هنا في المقطم والمنطقة المحيطة بالكامل عندكم فرصة لأشغال مشغولات فنية أو حرف يدوية وغيرها. إحنا هنخلص هنا إن شاء الله فندم. إحنا ضغطين عشان نبقى نكون ملتزمين بكلامنا مع سيادتك إن شاء الله 30/7 بإذن الله. 30/7 بإذن كله باللاند سكيب إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله بالمباني إن شاء الله فندم. طيب هل في تواصل دلوقتي مع الناس بتوع العبور عشان النص جملة اللي إحنا عاملينه ده؟ أكيد يا فندم. لكن أنا بقول كده عشان لو جينا في شهر 7 نقوم نلاقي الدنيا شغالة إن شاء الله يا فندم بإذن الله. فندم سوق عمار بن ياسر فندم على مسطح 9 فدان. السوق يا فندم بيتكون من جزئين. الجزء الأول يا فندم هنقول 45,000 متر. ده حاجة كبيرة جدا يا فندم. اه طبعا تمام. منطقة السوق يا فندم التجاري ومنطقة النادي الاجتماعي. المنطقة يا فندم طبعا اتعملت عشان يبقى فيها يبقى متنفس لسكان المقطم سواء النادي الاجتماعي فيها أنشطة رياضية وتجارية. احنا عاملين كده 2 نادي محمد. تمام. واحد في عمار بن ياسر. تمام مش كده؟ تمام. واحد هنا. تمام سيادة. غير المناطق اللي انا قلت عليها المناطق اللي هي التنموية اللي موجودة على خمس مناطق تنموية على كده. تمام يا فندم. عندي يا فندم اجمالي عدد المحلات 151 محل بأنشطة مختلفة بداية يا فندم من الأفران ومحلات الخضار والفاكهة والخضروات والدواجن واللحوم والحرف اليدوية. عندي يا فندم مبنى إدارة السوق. عندي يا فندم دي كافيتيريا. طب برضه أنا دايما بسأل السؤال ده لما بكون في منطقة بقول لهم الناس بتعمل شغل بقول لهم بصوا انتم من خلال احتكاككم بالمواطنين تمام ايه اللي مطلوب ممكن نعمله نسهل نحسن سواء كان في الحركه او في مطالب الناس ها فلو في عندكم حاجه يا فندم. هو كان في تكدس مروري في المنطقه احنا راعينا ده في التصميم ان احنا عملنا باركات يا فندم كتير زي ما سيادتك شايف ساعه 200 سياره ده هيخفف يا فندم التكدس المروري في شارع عمار بن ياسر والشارع اللي تحت يا فندم اللي هو شارع المقطم ده كده يا فندم باتجاه شارع 9 اللي هيبقى جاي يشتري اي حاجه يا فندم هيبقى في اماكن يركن فيها انتظار سيارات. نفس الكلام يا فندم السوق هنا في اكتر من انتظار سيارات متوزع اجمالي مساحه السيارات يا فندم 127 سياره. 127 سياره. ربنا يوفقك. ربنا يخليك. شكرا يا محمد. تحت امر سيادتك يا فندم. تحت امر سيادتك يا فندم. وايضا توقف سيادته في سوق عمار بن ياسر بحي المقطم. مساحه السوق 5.7 5.7 قول يعني قول 6 فدان ان شاء الله. الموقع فندم في شارع صبح حسين على بعد 1 كيلو من شارع 9. مكونات السوق فندم عندنا 95 محل وفي عندنا 30 محل على الطريق
بإجمالي 151، لأن عندنا هنا فندم في منطقة النادي فيه 20 محل على الشارع الرئيسي ده سيادة. طب هنخلص إيه؟ كان المخطط فندم سيادتك إن احنا نخلص 30/10، بس إن شاء الله 30/8 بإذن الله فندم. طب أنا هقولك على حاجة، أنا عشان أبقى السوق ده بقى مطمن عليه، أنتم محتاجين كل الأراضي على شهر 8 أو 9 وقت ما هتخلصوا المشروع إن شاء الله، تكون كل المحاور اللي رايحة ليه تكون اتوسعت وسفلتت. أوامر. خدت بالك؟ مع شوارع المقطم كلها. أوامر. ماشي يا محمد. كل سنة وأنتم طيبين. شد حيلك. شكرا. كما تفقد السيد الرئيس سير الأعمال في تنفيذ محور عبد المجيد محمود بطول 7 كيلومترات، والذي ينقل الحركة من محور الشهيد إلى محور إياس الرزق بالمقطم، ومنه إلى صلاح سالم ومحور الحضارات وصولاً لكورنيش النيل، ويهدف إلى تسهيل حركة المواطنين وتخفيف الضغط المروري على المواطنين. المحور ده أحد المحاور من 3 محاور اتعمل وجد في المقطم، كان موجود في المقطم فندم شارع 9 بس، وكان في كميه تكدس مروري رهيبه. شارع 9 بناء على اوامر سيادتك تم الدراسه والعبده لسيادتك والتصديق، تم تطوير شارع 9 وصوله 6 حاره و6 حاره، وتم انشاء 3 محاور جديده، محور ياسر رزق، محور الكورنيش اللي هو طريق الكورنيش القديم، وسيادتك المحور هنا، فبقى في 4 بدل محور واحد بقى 4 محاور في المقطم. انا بس عايز اوضح هنا ان محور عبد المجيد محمود ده قصه ثانيه كبيره جدا جدا. ايوه فندم. هيعمل نقله كبيره جدا للحركه من محور الحضارات، مش كده؟ من محور حضرات يا فندم، من شارع صلاح سالم ومن كورنيش النيل لغايه يوصل لغايه مدينه نصر، وممكن منه للقاهره الجديده ومنه للعاصمه الاداريه الجديده. مش كده؟ فده عمل نقله، هيعمل نقله كبيره جدا يا فندم في السيوله المروريه في المقطم وفي الحركه المروريه في القاهره الكبرى كلها فندم. لان اول مره نطلع نعمل كده. ايوه فندم. اول مره نخلي المقطم عباره عن عقده مواصلات. تمام كده. ايوه فندم. طيب احنا هنخلص امتى؟ ان شاء الله يا فندم المنطقه احنا فيها ديت 10 ايام هتكون خلصانه، المحور بيكمل يعني ان شاء الله يا فندم يعني اخر شهر 7. بصوا على شبكه الطرق العرضيه اللي بتربط ما بين 9 وهنا وياسر رزق. تمام ست. عشان نعملها بالمره يبقى كده الحركه بقت متيسره جدا جدا، سواء كان على المحاور الرئيسيه دي او للناس اللي موجوده جوه ال. تمام سيادتك. بالفعل تبقى التعليمات سيادتك يا فندم، احنا بندرس حاليا وهنعرض على سيادتك، وبالاضافه لكده سيادتك كنت امرت ان كان في مشكله في الصرف الصحي في المقطم نفسه، وزاره الاسكان بتعمل خط صرف صحي جديد من المقطم لغايه الجبل الاحمر. انتم متابعينه يا اهل؟ متابعينه يا فندم، وان شاء الله تكون تعليمات سيادتك هتخلص شهر 10 السنه دي. ان شاء الله السنه دي يا فندم. ده كلام كويس. النهارده برضو عندنا مجموعه من الاخبار والموضوعات اللي تهم حضراتكم، لكن خلونا الاول نبدا باهم الاخبار اللي حصلت امبارح. كان ابرزها ان الحكومه نشرت حصادها الاسبوعي في اسبوع. مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء اصدر ورق السياسات بشان اليات تعزيز الصادرات المصريه الى القاره الافريقيه. كمان معانا مواصله فعاليات المرحله ال 23 من مبادره كلنا واحد تحت رعايه السيد رئيس عبد الفتاح السيسي، ومد فعالياتها لمده 2 شهر، ورئيس الهيئه او هيئه الرعايه الصحيه التقى وزير الصحه الهندي لبحث التعاون بمجال السياحه العلاجيه وزراعه النخاع. تفاصيل اكثر في سياق التقرير التالي. مجموعة من الأخبار المهمة حصلت امبارح، أبرزها أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير شمل مجموعة من الإنفوجرافات اللي سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وده خلال الفترة من 22 ولحد 28 إبريل، وتضمنت الموافقة على عدد من القرارات والاجتماعات واللقاءات اللي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والأنشطة اللي قام بيها. امبارح أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد الأول من سلسلة شبابنا يدعم قرارنا، اللي جت تحت عنوان برنامج عمل تعزيز الصادرات المصرية الإفريقية صادراتنا لقاراتنا African Expo، وبيقدم من خلالها مجموعة من السياسات المقترحة بخصوص آليات وسبل تعزيز تنمية الصادرات المصرية للسوق الإفريقية. تناولت ورقة السياسات حقائق عن وضع الصادرات المصرية الإفريقية وتقييم وضع الصادرات المصرية لإفريقيا وعرض أهم المبادرات الوطنية لتعظيم الصادرات المصرية الإفريقية، بالإضافة لعرض السياسات والآليات المقترحة لتعظيم الصادرات المصرية الإفريقية. امبارح أعلنت وزارة الداخلية مواصلة مد فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية لمدة 2 شهر اعتباراً من نهاية شهر رمضان، وده لتوفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بتوصل ل 60% في المنافذ،
وفي نفس السياق بتواصل وزارة الداخلية الدفع بسيارات منظومة أمان التابعة للوزارة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة في المناطق الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات. امبارح التقى الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية بالدكتور مانسوخ مانديفيا وزير الصحة ورفاهية الأسرة الهندي، وده خلال زيارته لدولة الهند للمشاركة في المؤتمر الدولي السادس لتطوير الرعاية الصحية. تطرق اللقاء للاستفادة من الخبرات الهندية الرائدة في مجالات زراعة النخاع والأعضاء والجراحات الروبوتية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعاون في مجالات السياحة العلاجية وجذب الاستثمارات الصحية في مصر. خلونا نروح مع حضراتكم في جولة في المحافظات، ومعنا مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة واللي أبرزها تنفيذ أعمال التطوير بمنطقة الحضرة الجديدة بنسبة 98% في محافظة الأسكندرية، ومحافظة مطروح استقبلت المشاركين في أولمبياد المحافظات الحدودية. في محافظات مصر أيضا معانا كمان فحص 3612 شخص من المقبلين على الزواج في محافظة المنوفية، ومعنا أيضا إعادة فتح كوبري بنها بالطريق الزراعي بعد غلقه في شهر رمضان، وأخبار تانية كتير من محافظات تانية كتير هنتعرف عليها في سياق التقرير القادم. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة، أبرزها أن محافظة الإسكندرية أعلنت أن إجمالي نسبة تنفيذ أعمال التطوير بمنطقة الحضرة الجديدة وصلت ل 98% بإجمالي تكلفة تقدر بحوالي 148 مليون و 231 ألف جنيه علشان تخدم 121 ألف نسمة، وبيتم تنفيذها ضمن مشروع تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة. مديرية الشباب والرياضة في مطروح استقبلت المشاركين في بطولة أولمبياد المحافظات الحدودية من محافظات مطروح، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، جنوب سيناء وشمال سيناء، وده لانطلاق الفعاليات خلال الفترة من 28 إبريل والحد يوم 2 مايو. هتقام البطولة في نسختها الرابعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. كمان مديرية الشؤون الصحية في محافظة المنوفية أعلنت أن المديرية فحصت 3612 من المقبلين على الزواج من بداية شهر فبراير الماضي والحد دلوقتي ضمن أعمال حملة 100 مليون صحة. أعلنت محافظة الأليوبية أنه تم فتح كوبري بنها 3 بطريق الإسكندرية الزراعي وإعادة الحركة المرورية عليه من جديد بعد انتهاء أعمال الصيانة والإصلاح للكوبري اللي سبق وتعرض خلال شهر رمضان لهبوط جزئي بمنطقة محدودة. شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة سوهاج أعلنت عن وجود خطة لتغيير 10417 عداد ميكانيكي في 82 مصلحة حكومية بعدادات مسبقة الدفع، وده بيجي بهدف ترشيد استهلاك المياه. كمان اتعمل فحص وإصلاح للعدادات المتعطلة في واحدة من المؤسسات الحكومية، وده في إطار خطة الشركة على محاسبة العملاء وفقاً للاستهلاك الفعلي بدون الاعتماد على متوسطات الاستهلاك. فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة كفر الشيخ أكد أن المجلس شغال بكل قوة على تنمية المهارات الحرفية للمرأة في قرى حياة كريمة بمركز مطوبس، وتم تدريب 900 سيدة على المهارات اليدوية المختلفة كنواة لإقامة مشروع صغير أو متناهي الصغر زي صناعة السجاد والكليم والجبلان والمفروشات والملابس والحلي والإكسسوارات. أعلنت محافظة شمال سيناء أنه تم الانتهاء من إنشاء أكبر محطة لتحلية مياه البحر في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بمنطقة غرب العريش بطاقة 100 ألف متر مكعب في اليوم كمرحلة أولى، وبتزداد في المرحلة الثانية علشان توصل ل 300 ألف متر مكعب من المياه في اليوم لتوفير مصدر ثابت لمياه الشرب لتغذية كل مدن المحافظة. سلم مركز ومدينة باريس في محافظة الوادي الجديد عقود المنازل الريفية ل 18 مستحق من مركز باريس والقرى المختلفة، وتم التنبيه على المستحقين أن المنزل لا يحق التصرف فيه في أي حال من الأحوال، وأي تصرف يخالف شروط العقد هيتم سحب المنزل، وهيتم تسليمه أيضاً لأحد المنتظرين من المستحقين واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.